اهلا بحضراتكم مره تانيه. خلال الايام اللي فاتت كان في جدل كبير جدا حوالين فكره بطاقات التموين. طبعا الوزاره طلبت في اكثر من مناسبه بانه يتم تجديد البيانات حتى يستطيع من لهم الحق في الحصول على بطاقات التموين ان هو يمارس حقه بالحصول على ايضا السلع والخدمات المختلفه. طبعا واجهتنا مجموعه من المشكلات مؤخرا وفي شائعات كتير ايضا تناولت هذا الموضوع، احيانا اشارت الى معلومات خاطئه. عشان كده احنا حريصين من خلال الفقره دي ان احنا نقول لكم ابرز الاشاعات اللي مش صحيحه عشان برضو المواطن يقدر يعرف ايه الصح وايه الغلط. وازاي حضرتك لو عندك استفسار عن اي شيء ليه علاقه بتجديد بطاقه التموين تقدر تتعامل معاها ازاي، ازاي تقدر تجدد بياناتك، ايه البيانات اصلا اللي محتاجه تتجدد، ايه البطاقات اللي تم الغائها وتم الغائها ليه. كل الاسئله دي هناخدها للاستاذ عمرو محمد المنسق الاعلامي لوزاره التموين والتجاره الداخليه. برحب بحضرتك يا فندم، صباح الورد. صباح النور عليك. اهلا وسهلا بحضرتك ومنورنا يا استاذ عمرو. وفي البدايه طبعا كنا عايزين نطمن الناس لانه في قلق وسط الناس، ناس عايز تعرف او تتاكد مين اللي تم حذف بطاقاتهم التموينيه. وخليني نبتدي كده في عجاله رسائل طمانينه للمواطنين. ما فيش داعي للقلق من العمليه اللي حدثت في خلال الاسبوع اللي فات اللي هو بسقوط بعض الافراد اللي بياناتهم مش مظبوطه على بطاقات التموين. طب ازاي اعرف مين اللي وقع من عندي ومين اللي بياناته مش مظبوطه، وازاي اقدر اضبط البيانات بتاعتي عشان اقدر اصرف السلع والخبز؟ احنا اتحنا موقع تموين دوت كوم دوت اي جي. بدخل بحط الرقم القومي بتاعي وبحط رقم البطاقه الذكي التمويني بتاع البطاقه التموينيه بتاعتي. مظبوط. لما باجي ادخل على التحديث بشوف لو عندي ابني او بنتي او الزوجه بياناتهم مش مظبوطه بلاقي الرقم القومي بتاعه صفر. انا بتيح لك ان انت في خانه تعديل في اخر السطر كده تعديل، ادخل على التعديل. الاول بطلب منك حط لي رقم الموبايل بتاعك عشان اتاكد ان انت صاحب البطاقه. رقم اتنين ادخل على اسم الابنه او البنت او الابن اللي هو رقم القومي بتاعه زيرو، حط لي الرقم القومي اللي على شهاده الميلاد الكمبيوتر واكد لي في الصفه بتاعه ان هو ابن او بنت، لان ما ينفعش بطاقه تموينيه يبقى فيها اتنين زوجه واتنين رب اسره. معظم البيانات مكتوبه غلط كده. فلا، خش صلح انت بنفسك لان تحديث البيانات على مسؤوليه المواطن وليس المكتب. يعني صفر دي عشان ناس، في ناس ما فهمتش قصه الصفر دي، الصفر دي معناها انه الرقم القومي مش مظبوط، مش مظبوط، مش محطوط صح. هات شهاده الميلاد الكمبيوتر بتاعت ابنك او بنتك او الزوجه او الرقم القومي بتاع ابنك او بنتك، حط الرقم القومي صح، حط لي الصفه بتاعته ابن او بنت، اكد ان حضرتك عايز تاخد له خبز وسلع وتموين تحت وقول له حفظ. البرنامج هيخرج معاك عشان تعرف ان انت شايفين الويب سايت اهو يا فندم معانا على الهواء. تمام. ده موقع تموين دوت كوم. احنا قدامنا لو ممكن نشوفها على الشاشه الكبيره برضه انه نقدر نحدد كمان. تمام. ايوه ده موقع تموين دوت كوم. انا احط الرقم القومي. استاذنك اطلع فوق بس هات لي الصفحه الاولانيه. الويب سايت لما بيفتح عندك اضافه مواليد وحادث البيانات استعلام مكاتب تموين تعديل محافظه الخبز. اشتغل معايا كمواطن على اضافه المواليد وحادث البيانات فقط، ده المسموح لاي مواطن. حلو. فقط دي الخانه الواحده. الخانتين دول اللي متاحين للمواطن فقط. حلو. لو في مواطن عايز يضيف هيدخل على الاضافه، اضافه المواليد زي ما مكتوب كده. هيحط لي الرقم بطاقه التموين الذكي بتاعه. وهيحط لي الرقم القومي ويقول لي السيستم دخول. حضرتك بقى بتقول بعد البطاقه بيبقى في خانه الرقم القومي دي محطوط صفر، بس ده جوه البطاقه. جوه البطاقه، جوه لما تيجي تدخل انت كده العمليه لسه بره. انت لسه بره البطاقه دلوقتي، ما دخلتش جوه. لكن لو حطينا بيانات مظبوطه هندخل جوه هنشوف كل الافراد اللي على البطاقه ومين نشط ومين غير نشط، نقدر نصلح. يعني الرقم القومي ده بيبقى الرقم بتاع رب الاسره اللي مسؤول عن البطاقه، رب الاسره، زي كانه كده باسورد يا فندم بيفتح بيه علشان يقدر يضيف واقدر اتاكد ان انا صاحب البطاقه. سواء صاحب البطاقه او اي فرد مستفيد جوه البطاقه. طيب احنا بنحط رقم بطاقه تموينيه، بنحط رقم بطاقه تمويني ونحط الرقم القومي بتاع صاحب البطاقه. تجربه عمليه على الهواء. الساده المشاهدين يا ريت يتابعوا معانا كويس الخطوات علشان لو في اي تعديل او في اي حد عنده مشكله او خطا في بطاقته التموينيه. هنا ظهر لي، انا عايز استوقف هنا سنه صغيره، انا عندي هنا حاله البطاقه ساريه دي، ما تقلقش، اللي هي على الشمال فوق بالاحمر. يعني البطاقه دي شغاله ومفيش فيها اي مشكله. مفيش مشكله. هنزل تحت بقى، هنزل تحت شويه. هنا بطلب هنا
رقم الموبايل لصاحب البطاقة تمام يكون مسجل باسمه في شركة الاتصالات التابعة للخط بتاعه. جميل. باجي هنا على نوع الاستحقاق بشوفه هو بيستحق، هل هو معاشات عاملين بالدولة بالحكومة عمالة غير منتظمة بيحط الخانة بتاعتي. باجي هنا عايز مثلا أضيف مثلا ابني او بنتي بكتب اسمه رباعي في الخانه عملية بتاعت الإضافة. في عمليه الاضافه اضافته تقريبا كم احنا اضفنا 2 مليون و800 الف مولود على 1,700,000 بطاقه ذكيه خلال الفتره اللي فاتت. خلال الفتره اللي فاتت هايل جدا. وبحط الرقم القومي بتاع الابن او الابنه، ده طبعا بيكون موجود في شهاده الميلاد الكمبيوتر عشان الناس تقول الاطفال ما لهمش رقم قومي، لا موجود في شهاده ميلاد الكمبيوتر. وبقوم جاي على صله القرابه ديت، بقوم جاي محدد سواء ابن او ابنه، واقوم جاي نازل عامل على نوع الاستفاده او النوع المستفيد خبز وتموين واقول له اضافه. ازاي اعرف ان انا ضفت صح؟ بعد يدوس على الايكون بتاعه اضافه دي هيظهر لي في نص الشاشه من فوق تمت عمليه الاضافه بنجاح. بنجاح. لو ما ظهرتش تمت عمليه، لو ما ظهرتش يبقى انا لسه ما سجلتش. لازم تظهر لي فوق في نص الصفحه بالظبط كده باللون الجراي الغامق يقول لي تمت عمليه الاضافه بنجاح. كده يبقى انا ضفت اول مولود ليا عايز احطه على البطاقه. طبعا تباعا بقى بنكرر باقي الخطوات. جميل يا فندم. طيب تقريبا كده في كم بطاقه تم ايقافها علشان بياناتها غير معدله او غير مظبوطه؟ البطاقه الغير معدله دي بتقف اوتوماتيك من على السيستم، يعني ملهاش عدد حصري عندي ان انا اقدر اقوله لك. يعني احنا ما عندناش رقم معين. انا متغير. ليه حضرتك انت عندك 20 مليون بطاقه تمويليه. فكل شويه بناخد اكزامبل صغير كده بنقعد نشتغل عليه نشوف مين اللي عنده بيانات غلط نظهره. زي مثلا النهارده حضرتك حدثتي اللي موجود دلوقتي قدام المكاتب عندي شريحه كبيره واقفه عايزه تطمن تشوف هي حدثت ولا لا. اوكي. دي رغم ان هو بيسهر على وهو سهران بس هو ضاف صح. وعمال يشوف واسطه ويشوف حد يعرف دوت ويشوف حد من الساده الزملاء شوف لي انا حدثه. نيجي نتفاجئ ان هو حدث فعلا مش متاكد من خدمه الانترنت. لو دخل على موقع تموين دوت كوم وكتب تحديث وحط الرقمين الرقم القومي ورقم البطاقه الذكي، السيستم هيقول له البيانات بتاعتك في حاله المراجعه. اطمن كده خلاص كده السيستم خدك علشان يعمل لك عمليه التحديث ومراجعه بياناتك، ومن هنا يتم الاضافه على نهايه الفتره المنقضيه اللي هي ان شاء الله 8/11/2018. حلو قوي. لسه الناس معايا لغايه 8/11. 8/11. طب افرض انا شغالين في الاسبوع العاشر. عشان برضو الكلام، افرض انا جيت لغايه 8/11 وكنت مستحق للدعم والبطاقه وبس نسيت اسجل عندي، حصل لي حاجه، ايه بقى؟ كان مسافر، كان في مستشفى، كان حاجه، يعني في ناس كتير عشان تتعاملوا مع المواقف دي. انت عارف اكيد هنتعامل من خلال بيعمل تظلم بيقدمه في الوزاره عندنا في مركز المعلومات او خدمه المواطنين، اداره خدمه المواطنين. هناخد الشكوى تظلم كتابي يا فندم. تظلم كتابي طبعا. جميل. وهنبتدي نشتغل عليه وندخله بقى من ضمن اذا كان هيستحق بيقدم الورق بتاعه مظبوط وبيتم استخراج بطاقته مره ثانيه. حلو كده. طب احنا عايزين نروح لحضرتك برضو، احنا سالنا الناس والمواطنين في الشارع برضو نعرف ايه ابرز تساؤلاتهم ونطرحها لحضرتك لو تسمح لنا. نروح مع حضراتكم نشوف كمان المواطن في الشارع ايه ابرز تساؤلاته والاشاعات اللي تم تداولها كمان. انا لغايه دلوقتي انا عملت الاجراءات واخد بالك، بس لسه بيقول لك لسه اول سنه الصرف. احنا 4 افراد، رحت شهر 10 اصرف التومين لقيت 2 محذوفين وخدت 2 بس. انا مقدم بقالي بتاع 4 شهور على التموين ما جاش. انا بقالي سنتين مش عارف اطلع بدل فائده بطاقه التموين. بقالنا اكتر من داخلين في سنتين اهو ما بناخدش تموين. باجي اجيب العيش بيقولوا لي ابحثي عن البطاقه فيها اخطاء، رحت عملتها على النت وبرده نفس النظام. انا راجل صاحب مخبز، بيقابلني مواطن محتاج مثلا ال10 رغيفه او ال20 رغيف، بيجي بطاقته بتبقى ب4 افراد، بيفاجئ انها بيلاقيها ب2. البطاقه بقالها 5 شهور مستلمينها ومش عارفين يجيب لقمه العيش. انا ما عملتش بطاقه نهائي، مش عارف اعملها، ويا ريت كانوا في اضافه كنت اقول ماشي، انما انا بقالي 40 سنه مش عارف اعمل بطاقه خالص. كنا 4 افراد في البطاقه ووالدي ووالدتي متوفيين، جيت اسحب التموين لقيت 2 بس. صورت كل بطايق اخواتي ورحت مديريه التموين ومكتب التموين، ما حدش راضي يرجع لي النفرين دول خالص لغايه دلوقتي. البطاقه معزله بتاعت التموين وبتاعت العيش واقفين الاثنين، ولا بصرف عيش ولا بصرف تموين. كل ما نروح يقول له السيستم واقع وهتشتغل لوحديها وما بتشتغلش. اضافه المواليد فيها مشاكل، احنا عاوزين المواليد اللي من سنه 2001
لا من سنة 2011 لحد النهاردة ما نزلوه. لا مواليد كلها خالص. ابني عنده مولود بقاله دلوقتي داخل بثلاث سنين ما هوش عارف يضم ابنه على البطاقة. ما فيش أي مشاكل الحمد لله تمام، الحمد لله ما فيش أي مشكلة، بس عاوز أضيف أولاد ابني بس على البطاقة. برضو لسه واضح انه الناس عندها التباس، يعني برضو طبعا كل حاله محتاجين يعني فحص بدقه عشان نعرف المشكله، بس برضو لسه في بعض الالتباسات عند الجمهور يعني. بس واضح برضو يا فندم ان الازمه العامه يمكن انه الناس سنها كبير، وفي ناس كمان مش على مستوى من الثقافه ان هم يقدروا يدخلوا على ويب سايت ويكتبوا ويعدلوا بياناتهم بنفسهم، ممكن يكونوا بيستعينوا كمان بحد بيحط لهم البيانات خاطئه. فيا فندم نقدر نتفادى الحاجات دي ازاي؟ بصي انا لفت نظري في التقرير السيده اللي هي مش قادره تشغل البطاقه بقالها 5 شهور. دي اكيد 1000000% البطاقه بتاعتها ما استقبلتش الرقم السري. الرقم السري لازم يجي لها على التليفون الموبايل من خلال اس ام اس. معظمنا ممكن خدمه الرسائل القصيره ما بتبقاش شغاله على الموبايل، بيبقى محتاج ان انا لازم ارجع لشركه الاتصالات التابع ليا واطلب منها تفعيل خدمه الرسائل القصيره، وما جربش لان المفروض بعد 3 رسائل اس ام اس قصيره معمولين بشكل خطا لازم ترجعي تاني مركز خدمه العملاء بتاعت شركه الاتصالات بتاعتك. طبعا فبنطلب منها لو تجي لي مكتب ان شاء الله وانا هبعت لها الرساله من على تليفونها واجيب لها الرقم السري عشان تقدر تصرف السلع التموينيه اللي بقى لها 5 شهور. يعني دي مشكله بتواجه الناس انه احيانا بيبقى بياناتها سليمه وكل حاجه تمام، بس ما جاتلهاش الرقم او الرساله النصيه اللي على الموبايل. بس تاخد بال حضرتك احنا لما غيرنا المنظومه دي في 2017 احنا عملنا الرقم السري ما بيجيش، الاول كان بيجي مرفق بكارت ذكي مرافق للبطاقه الذكيه. فطبعا بقى العمليات كانت ممكن بتختلف من شكل لاخر، ما استلمتوش. ربطنا المنظومه اللي هي الكليه بتاعه الرقم السري من خلال ارسال رساله اللي 91237 واكتب رقم 1 بالانجليزي ويكون معايا رصيد. احيانا بنتكل على الرصيد الباقر، انا مش عايز رصيد باقر، كان الاول جنيه دلوقتي اتشال الجنيه، معالي الوزير شال الجنيه برضو تيسيرا للمواطن. ابعت الرساله هتتبعت من رصيد الباقه خالص رقم 1 بالانجليزي يتكتب ل 91237 هيجي لك الرقم السري، والرقم السري بيجي يقول لك هيشتغل معاك في يوم كام في شهر كام. يوم كام في شهر. طب دي نقطه مهمه جدا. احنا معانا اسئله كتير، معانا كلام مدام حنان من القاهره. نرحب بيك يا مدام حنان، صباح الورد. وهل عندك اي مشكله؟ صباح الورد يا فندم. هل ليكي اي مشكله متعلقه ببطاقه التمويل؟ الاول عايزه اصبح على الضيف الكريم وعايزه اقول لكم جزاك الله خيرا، وعايزه اقول لكم ان انا اختي ليها ظروف خاصه وبطاقتها ضاعت والبطاقه باسم جوزها احمد حسين احمد حسين، وعملت محضر بالبطاقه ومش عارفه تطلع البطاقه ومش عايزه مش عارفه تصرف التموين، وهم فعلا في امس حاجه للتموين. فأنا بتوسل إلى الضيف إنه يديني بس يعني أروح لمين أو أعمل إيه. الله يبارك لكم. جميل مدام حنان، شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ عمر. يمكن برضو ده كان برضو احد الاسئله اللي كانت معايا في التقرير، بس الاول ناخد نهى من المنوفيه. صباح الورد يا نهى. نهى ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي استاذ عمرو معاكي. ربنا يخليكي. بعد اذن حضرتك انا دلوقتي كان جاي نازل لي ورقه من وانا بجيب العيش ان انا احدث البطاقه. جميل. فانا فعلا حدثتها، رحت مكتب التموين وحدثناها ودخلناها على الكمبيوتر بقالنا اكثر من 15 يوم وبرده بتطلع لي الورقه ان لابد من تحديث البطاقه. فانا خايفه من الاجراء دوت ان البطاقه تتلغى ولا اي حاجه، لان هم قايلين لحد شهر 11 واحنا عملنا الاجراءات كلها. ورحت مكتب التموين يعني رحنا مكتب التموين وتاكدت ودخلها لي على الكمبيوتر وتاكدنا كل حاجه، بس بقالنا 15 يوم برضو تطلع لي نفس الرساله على الورقه وانا بصرف العيش. بنشكرك. فالحل ايه؟ لان خوفا من ان البطاقه تتلغي واحنا حدثنا كافه البيانات ورحنا مكتب التموين بيقولوا لي مكتوب على الكمبيوتر جاري المراجعه او جاري المراجعه، فبقالنا 15 يوم وخايفين نحسن البطاقه تتلغي طبعا لان قال لك لحد شهر 11، فمش عارفه الاجراء اللي ممكن نعمله ايه يعني. خلاص بنشكرك شكرا جزيلا، وضحت الرساله. هل ممكن يبقى البطاقات يعني احنا شفنا في انه كانت في مشاكل متعلقه بالبطاقات قبل كده، وكان الوزير قال انه هيتم استخدام بطاقات اكثر تحديثا واكثر جوده، هل ممكن يبقى في برضه نفس المشكلات
دي او البطاقه معلقه يعني بشكل او باخر. هو بس خليني اطمن الاستاذه نهى، الرساله اللي بتجي لك وحضرتك بتصرفي الخبز او سلعه تموينيه هتفضل تجي لك لغايه يوم 8/11/2018. يعني دي رساله اوتوماتيكيه لتذكره الناس عموما، للتذكره يعني. انا عايز كل الناس تتوجه للمكاتب التموينيه لسحب الاستمارة لتقديم الخدمه ان هو يحدث البطاقه بتاعته او من خلال الموقع الالكتروني. فالرساله دي هتفضل مرافقه لكل الناس. تقدري بقى تطمني او تطمني بقى عشان ترتاحي كده، خلي اي حد يدخل على موقع tamwin.com على التحديث يحط الرقم الذكي بتاع البطاقه، رقم القومي بتاع جوز حضرتك او بطاقه بتاعك، تدوسي انتر. لو قال لك السيستم تم البيانات في حاله المراجعه يبقى انت كده حدثتي، مش مطلوب منك حاجه. جميل. لو السيستم طلع لك رساله ليس يوجد بيانات للتحديث يبقى بطاقتك سليمه، مش محتاج منك تحديث. بس الرساله اللي بتيجي كل يوم دي على الايصال بتاع العيش للتذكره فقط، للتذكره فقط. طيب لك. خلينا ناخد يا فندم اتصال تليفوني من نوال. نوال صباح الورد. أنا أمال. أمال صباح الورد. صباح الورد يا فندم. أمال. أهلا بك يا أستاذة أمال. اتفضلي أستاذ عمرو معاك. لو سمحتي، إحنا كنا أربع أنصار. اتفضل. أهلا بحضرتك، أنا متشكرة ليكوا على اهتمامكم بالموضوع، بس إحنا أنا بالنسبة لي مشكلتي إن إحنا أربع أفراد. أيوة. الزوج اتوفى، بقينا ثلاثة. في التحديث الأخير نزلوا شخص كمان وبعدين بقينا اثنين. طب إحنا ثلاثة. حاولت ان انا اخش على دعم مصر واقول ان احدث، يقول لي البطاقه متحدثه على كده، انا اتصرف ازاي؟ يعني انت بتقولي يعني حاولت تحدثي وقالوا لك ايه بقى بعد ما حدثتي؟ مفيش اي مفيش بياناتي كده. يعني لسه انتوا اتنين. مفيش اي تفاعل مع البرنامج. حتى رحت سايبر والسايبر قال لي لا، هو كده شكل انك انت ثابته على كده. ثابته على اتنين. على اتنين، بس احنا ثلاثة. انت ثلاثة. طب الأطفال عمرهم قد إيه؟ 20 و22. طيب الحالة اللي زي دي لازم تروح مكتب التموين بالأخص، لأن كده عندها حالة مش مفهوم. يكاد يكون لو هي لسه معانا على التليفون دلوقتي. سامعانا يا مدام أمال؟ سامعانا يا مدام أمال؟ مدام أمال. مدام أمال من فضلك اسمعينا من التليفون. هل البطاقة التموينية باسم زوج حضرتك ولا باسمك أنتِ؟ بس نعم. البطاقة التموينية باسم حضرتك ولا باسم جوزك؟ لا، باسم الزوج المتوفي. طيب يبقى هنا في مشكلة باسم الزوج المتوفي، والمشكلة دي هتلاقيها حصلت من خلال تاريخ الوفاة. تاريخ الوفاة. تاريخ الوفاة. فلازم حضرتك تتوجهي لمكتب التموين، اسحب الاستمارة، حطي لي الثلاث أشخاص اللي حضرتك بتقولي عليهم مستحقين، وقدمي الاستمارة للمكتب هياخدها منك، والفرد اللي ساقط دوت هيرجع. انا لما رحت للمكتب يا استاذ ما رضيوش يعملوا لي استماره ولا اي حاجه، قالوا لي هم هيعدلوا لوحدهم. لا يا فندم، لا ياخدوا مني. لا. اي تعديل. انا هاخد تليفون حضرتك وهتابعك بعد البرنامج مباشره وهوجهك للمكتب، لان انت المفروض كمان تحدثي البطاقه او تغيري بيانات البطاقه من اسم جوز سيادتك لحضرتك. طب حضرتك يا استاذ، سيبي رقمك في الكنترول واحنا هنحاول برضو نساعدك في القصه دي. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. استاذ سامح كمان معانا، اهلا بيك استاذ سامح. حضرتك منين يا فندم؟ الو، السلام عليكم. الجيزه. اهلا وسهلا. ايه مشكله حضرتك يا فندم؟ والله حضرتك احنا هم فتحوا ضفه المواليد بقى لهم حوالي 3 اشهر او شهرين. واحنا مش عارفين نضيف. انا بتوجه لمكتب التموين ومكتب التموين بيقول لك السيستم واقع ومطله كده يعني مش ايوه بس ده مره ممكن يعني تلاقي سيستم واقع يعني. رحت كام مره يعني؟ انا رحت بتاع حوالي مرتين او ثلاثه. طب جربت الويب سايت؟ الويب سايت والله امن حاجه ليا مكتب التموين. لا ما احنا برضو لا جرب الويب سايت معانا استاذ عمرو، هو يقول لك قول لحضرتك برضو الويب سايت تاني. هستاذن حضرتك يا استاذ سامح، تدخل على موقع tamwin.com. ممكن حضرتك لو في سايبر جنب منك ممكن يقدر يساعدك في تقديم الخدمه. لان احنا اتحنا الخدمه لسايبر يقدر يحدث لك. في عندنا طبعا خدمه لمعالي الوزير سماحها لو في عضو مجلس شعب محب ان هو يوفر مكان او اثنين او ثلاثه لدايرته، بنقدر نتعامل معاه ونفرش المكان وبنقوم بتدريب الناس برضو من عندي. ناس من التموينين يقدروا يساعدوا في تقديم الخدمه برضو عشان نتلاشى موضوع الزحمه. فهو الافضل لحضرتك ان انت برضو تلحق، لازم تلحق عشان
تسجل المواليد الجداد بتوعك. جرب على الويب سايت لانه على الويب سايت بيقول لك على طول اذا كان تم اضافه بنجاح ولا لا. جرب وتابع معنا برضه. وطبعا احنا اصلا عملناها على الهواء ونجحت، وكمان ده اكيد اسهل بكتير بدل ما يروح كذا مره المشوار ده ويكون فيه بالظبط كده ويكون السيستم واقع. كمان معانا مدام سياده على التليفون. الو مدام سياده. الو صباح الخير. طبعا انا بطاقتي انا ضايفه اولادي لان انا مطلقه، ضايفاهم بقالي سنه ونص. سنه ونص. ومكتوبين البيانات معايا كلهم ومعايا الورق كله. كم واحد يا فندم؟ ثلاثه. طيب وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم كانوا كاتبين بس أربعة ما كتبوش اسامي الاولاد. يعني كاتبين ايه؟ أربع أفراد لكن مش كاتبين أسامي الولاد. مش مكتوب أسامي الولاد. بعد كده قال لي خطأ في الـ في الـ في الـ في التحديث. رحت مكتب كتبتها على الصيدة، كتبت ثلاث أولاد. رحت مكتب التومين، خد مني كل الورق اللي أنا ضايفاه من بطاقة باباهم كلهم وراح مدبسوا كده ورميه على الأرض وقال لي خلاص احنا ايه هنتصرف. لقيت نفس اليوم اتشرت كل الولاد تاني، أساميهم اتشرت تاني ويقول لي أنت ما لكيش حق في التحديث. طب انا اروح لمين بقى؟ هي قالت ان هي قالت ان هي مطلقه وبعدين في الاخر يعني قالوا لها انه مالكيش حق في التحديد. لا لا احنا عندنا عندنا قرار وزاري خاص بالمطلقات والارامل والفئات اللي هي المحرومه بمعنى اصح، ان هي من حقها تستخرج بطاقه ضمانيه حتى لو بطاقه جديده. سامع يا فندم الحاج استخدمها. لكن لو في الاضافه كمان برضه هنقدر نتوجه لموقع تموين دوت كوم او من خلال المكتب التمويني، بس مش معنى ان انا اخد الاستماره احطها او ارميها، لا هو بس عشان المكتب برضه في مكاتب صغيره ومش مؤهله للتشغيل، واحنا بنحاول نساعد ان احنا نطور من المكاتب التموينيه بشكل عام على مستوى الجمهوريه، بس مش هتقدري تطوري 1400 مكتب مره. طيب استاذنك برضو تسيبي نمره التليفون حضرتك واحنا هنحاول نساعدك بشكل او باخر، وممكن يبقى الموضوع ليه عليك وثيقه الطلاق مثلا او حاجه ممكن يكون فيها او مشكلة. ممكن قرار الحضانه بتاع الاربع اولاد. لان ممكن في حالات بنشوفها بيبقى موافقين ان ثلاث اولاد يبقوا مع الام وهو عاوز الطفل الرابع. فده ممكن يبقى مشكله. طب دي برضو نقطه مهمه عايزين احنا بنسالك بقى، لازم ايه محتاجين فقره كمان لان اسئله كتيره والتليفونات مش بتبطل رن. نشكرك شكرا جزيلا على تجاوب حضرتك معانا. عفوا الاستاذ عمرو محمد المستشار الاعلامي لوزير التموين او منسق الاعلامي لوزاره التموين والتجاره الداخليه. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا استاذ عمرو وعندي طلب صغير بس، يكون في دورات او حملات تفتيشيه على المكاتب حتى الصغيره تكون متخفيه بس عشان حته السيستم واقع، عشان فعلا بيقولوا كده. خلاص كتير. يبقى قبل ما نقفل اديني دقيقه او دقيقتين في الجزئيه دي. بس يا فندم معلش دقيقه. معالي الوزير في شهر 6 او 7 ما خلاش في موظف في وزارة التموين قاعد على المكتب. عاملين حملات مكثفة مش تفتيشية، لا لمعاونة أصدقائنا في تقديم مكاتب التموينية على مستوى الجمهورية. بننزل نعاونهم في الشغل، بنقدر نتكلم معاهم نشوف مشاكلهم ايه، بنرفع تقارير شبه أسبوعية للوزير للتدخل لحلها وإدراك الخطأ اللي موجود، وفي نفس التوقيت عندنا حملات تفتيشية رقابية على مستوى نطاق الجمهوريه. وانا شايف ان في تجاوب ومحاوله الحل. احنا نشكرك شكرا جزيلا، هنكون معاك في فقره ثانيه. كمان بنشكركم مشاهدينا على تفاعلكم معانا. هنروح معاكم لفاصل، بعد الفاصل مهرجان القاهره الدولي للجاز، هنروح نسمع معاكم مزيكا ونلتقي كبار الموسيقيين والدعين المصريين في النسخه العاشره من المهرجان الدولي للجاز.